ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله جايه لكم وصفه جميله جدا وسهله، هتحبوها، هتحب اولادكم جدا، خصوصا ان هي فيها حركات. مع انها سهله مش هطول عليكم. اول حاجه معايا 3 كوبايات دقيق، ومعايا كوبايه سكر مطحون، وكوبايه زبده مقطعاها مكعبات بحراره الغرفه، وبيضايه واحده، ومعلقه صغيره بيكنج باودر او ممكن ما نستعملهوش، ورشه فانيليا. تسمي الله، وهنحط الزبده والسكر. هنخليهم الاول يضربوا مع بعض لحد ما احس ان السكر دايب خالص. دلوقتي انا حاسه ان السكر خلاص دايب مع الزبده، هحط البيضايه والفانيليا. هخليها بقى براحتها. على فكره الموضوع ده انا ممكن اعمله عادي بالمبرد الايد، بس انا طبعا بستسهل. احط بقى معلقه صغيره بيكنج باودر، وممكن ما احطهاش، وحتى رشه ملح. الاقيها خلاص دابت كده ولونها افتح، هبدا احط الدقيق حبه حبه. كده اهو العجينه اتعجنت تمام، ملمسها تمام، سبتها ارتاحت شويه. بعد كده هبدأ أقسمها. وهاخد حتة كبيرة، يعني أو ممكن حتتين اللي أنا هستعمل فيهم شوكولاتة، هخليهم هنا دلوقتي. الباقي هحطه على ورق زبدة. وهغطيه. الفكرة انا عايزاه ما يسحش، عايزاه يبقى ملمسه حلو. لو كنا في حر كنت هضطر الوقت ده احطه في التلاجة. الحتة دي هدربها بالشوكولاتة، احط معلقة كاكاو عليها، كاكاو خام. الكاكاو بعد ما عجنتها طبعا بايدي بعد كده، لان انتي مفيش سوائل، وبتحاولي ان انتي تدوبي الكاكاو في العجين، فبيبقى صعب شويه. قسمتهم لحتتين، اخدت حته وحاولت ان انا اخليها بشكل مستطيل كده. وحطيتها في ورق زبده عشان ما تشققش. هاخد حته من البيض، احاول اخدها في نفس المقاس كده، تقريبا دي في نفس المقاس برضو، في حته ورق زبده، واحاول اخليها برضو مستطيله.
وهلفها برضو. ممكن احطهم الاثنين في ورقة واحدة. كده وهسيبهم شويه. الحته اللي باقيه الكاكاو احط عليها نقطه لون احمر وهعجنها عشان تبقى لون نبيتي. مكترش. دي بعد ما عجنتها خلاص هحطها بقى في ورق برضو زبده بقى لونها نبيتي لو تاخدوا بالكم برضو عشان اشتغل بيها تبقى حلوة. وبرضو ركنتها على جنب. اخدت حتة بيضة وهحط عليها لون اخضر وبرضو عجنها. ما كترش في الالوان الجل او البودر عشان خاطر ما تمرش، والافضل برضو الجل. دلوقتي بعد ما عجنتها جبت شوية فستق هحاول اكسرهم، مش ناعم قوي. كده تمام. هعجنهم بقى. دلوقتي عجنتها هاجي برضو على ورق الزبدة برضه هحطها على جنب. واخي على حته كمان واحط عليها لون اصفر وبشر ليمون. ما كترش، والحاجات دي كل ما تعجني كل ما هيبان اللون معاكي. بعد ما عجنتها ممكن اديها عصره ليمون عشان بس تديها المزازه، وممكن احط لها نقطة زيت الليمون لو انا عندي. وهحاول برضو احطها ورق زبدة عشان اوفر. ناخد دلوقتي الشوكولاتة والابيض وهحاول اقطعها بالطول. لو حسيتها ساحت مني ممكن احطها في التلاجة كده. بعد ما قطعتها كده هحاول احط مثلا ثلاثة ابيض وفي نص اتنين شوكولاتة. عايزين نحطهم نفس المقاس. طبعا دي احنا كنا ممكن حقناها في الاول، احنا نحاول على قد ما نقدر نعملها نفس المقاس. نحط من بره الشوكولاتة ومكان الشوكولاتة ابيض
لو حاجة مقسومة حطها في النص، هتتدارى طبعا. ده كده زيادة. واكبس عليهم كده بالورق. وهسيبهم تاني يرتاحوا. الجزء النبيتي ده ممكن اقطعه كده بقى مكعبات. هحطهم مقاس متساوية. الشكل التاني ده كده اول شكل هيتحط في الصينية. وهكسر بندق وهحطه عليه. الشكل التاني بقى من النبيتي ده هعجنه تاني وهعمله كور صغيرة. كده باقي النبيتي عملت كور صغننة بالطول، وهعملها في السكينة كده في النص خط، هعملها بالظهر عشان يبقى باين. تعالي ناخد الأخضر. اللي هو بسكوت الفستق. لما الاقيها ساحت معايا اقدر احطها في التلاجة، هتمسك تاني وترجع معايا تبقى جميلة. بس انا بحاول اخليهم مقاس واحد.
نيجي بقى للأصفر وهنحاول نفردها رفيعة. واحاول اقطعها بالقطاعه واقطعها نصين. طبعا باقي العجينه هفرده تاني وهعمله. نيجي بقى على الشكل اللي احنا كنا سايبين يهدى الشوكولاته بالفانيليا بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين الشكل؟ اول واحد ده طلع مكسر. عامه انا ببقى عارفه ان اول واحد ما بيبقاش مظبوط فما مبدققش عليه. هناخد حته بيضه وهنحاول نشكلها كور صغيره. كده وبعد ما احطها احط فيها شوكولاته صغنونه على هيئه ورده. عملت كمان كور بيضة عادية خالص ومعلقة صغيرة. هعمل 3 خطوط ورا بعض. طبعا دي لما تستوي هيبان شكلها. مش بغرزها جامد، حاجة خفيفة كده. هناخد حتة بيضة عادي نحط عليها شوكولاتة خرز وهعجنها بيهم. بعد ما عجنتها كده احاول اقطعها بحيث ان في النص هتبان الشوكولاته. الشوكولاته جايه في حته وحته، لا احنا ممكن نزود حبه.
اخر حته معانا. فردته عادي، هعمله شكل النجمه. اهم حاجه لما اجي احطهم احس ان كلهم في نفس السمك. هكسر بندقيه، واحطها على وشها. اخر شكل هعمله معاكم، فردتها رفيعه خالص على قد ما اقدر، حاولت اخليها برضو بشكل متساوي زي ما انتم شايفين كده. هجيب حبه كاكاو خام هرشهم عليها، وهحاول الفها زي السينابون كده. طبعا الكيس بيساعدنا. اقصد الورق الزبدة، معلش. هحاول اكبس عليه كده عشان العجينه طبعا الزبده لما بتسيح بيبدا يفرغ، فانا ايه عايزاها تكون متماسكه. طبعا بصوا شايفينها عاملة ازاي بقى كده. وكده احنا عملنا مع بعض 10 اشكال من البسكوت. طبعا قلت لكم الفكرة وانتوا حرين تطوروها زي ما انتوا عايزين. ثواني بقى، هندخلها الفرن على 180 درجة لحد ما تحت تاخد وش ذهبي، واشيلها على طول حوالي نص ساعة تقريبا كده. نعمل بقى الحشوة بتاعة البسكوت اللي بالليمون. حبة سكر بودرة، هو مش باين عشان خاطر الإضاءة بس، وأحط عليها عصرة ليمون. ونقطة لون أصفر. ما كترش عشان خاطر ما تمررش مني. وهقلبهم بقى. ممكن احط العصرة كمان. خلاص كده بقى عندي جاهز استعمله، وطبعا احطه في التلاجة قبل ما استعمله.
ده الشكل النهائي. طبعا انتوا ممكن تشكلوا اشكال تانية خالص براحتكم. اساس العجينة هي اللي بتخلي البسكوتة تحفة، كلها اضافات في الاخر التانية دي. يا رب اكون بالفيديو ده عجبتكم النهاردة.